مساء الخير، مساء الانوار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم البنات يعني مبدئيا يعني كبدايه نقول لكم باللي والله ماني موافقه نحتفل بالمولد النبوي، حتى وكي نحتفل نديرو فقط عشاء يعني نتعشاو والحمد لله، يعني اللي راح يقولوا لي حرام وحلال، المهم النية نتاعي ماهيش احتفال، يعني حتى كي ندير ماشي ننوي به نحتفل ولا شو مناسبات، شغل عاده من العادات فقط نطبقوها فقط، هذا مكان وهذا كل واحد حر يعني، والله كل واحد ويتحاسب وحده من الاخر. المهم البنات ربي يهدينا ويصلحنا، لا عدنا غالطين ربي يسقمنا ولا عدنا صالحين ربي ثبتنا. هذا مكان البنات، هنا كما راكم تشوفوا راني معروضه عم بتبوي تقدروا تقولي حتى هما على جالي زادوا فيها شوي. المهم البنات هنا اختي راهي دير في الديكوري في الطمينه، كنت لقيتها ديجا خلصت عاودتها على جالي، يعني عاودتها زوج على جالي، هي كانت دار ثلاثه ولا اربعه، المهم واحد دارته باش تدي معها الخدمه، واحد دارته باش تمدو لجارتنا، عندنا جارتنا دائما تبعث لهم يبعثوا لها يمالا، وهذو الزوج دارتهم للدار فقط، يعني واحد يذوق برك ماشي حاجه تشبعي بها ولا. المهم هي كانت قالت لي دارت كيله سمن وكيله تاع عسل نورمالمون، وتزيدي لهم الدقيق، دقيق قالت لك شريته محمص وواجد تاع الطمينه يعني مباشره، يعني ما تعبتش فيه. لا تحبي الوصفه البنات اكتبوا لي نديرها لكم، جربوها كيف كيف، يعني نجرب الوصفه هذه تاع اختي لخاطر والله البنات جات معلكه الطربق، جات تهبل البنات، ودارت فيها لداخل حلوه الترك ومكسرات كاوكاو ولا لوز ولا جوز اللي عندك، المهم الطعم تاعها رائع، جات كيما حلوه الترك بريسك. وهنا كما راكم تشوفوا راهي تزين فيها بهذو القطع تاع الشيكولاته يعني الملونه، عفوا البنات يعني والله غير عقبت يوم نحيت بيه هذاك الضغط كامل هذاك الحزن، كيما على بالكم كشغل كنت حزينه كنت فشلانه، وفي نفس الوقت توحشت دارنا، عندي وقت ما جيتش ليهم، كيما لا جيت في نهاري كيما نقولوا جيت العشيه هذيك الغدوه الصباح رحت روحت، المهم جيت شفتهم وكيما نقولوا كليت المفرمسه، يا البنات قد عندي ما كليتش المفرمسه من عرسي وقيله ولا عرس اختي، من عرس اختي ماشي من عرسي، نحب البنات الحاجه واجده نقدر نديرها في داري نقدر نطيبها بصح والله ما تجيب لينا كيما نتا عمه. هنا كيما راكم تشوفوا هذيك جارتنا اللي قلت لك اختي راح تمد لها الطبسي تاع الطمينه، هي ثانيه ديك جارتنا كي بعثوا لها، بعثت لها اختي ما باش شني بعثت لها طمينه وشني حاجه اخرى، بعثت لها هي ثانيه هذا الشربه ولا بعثت لها الطمينه نتاعها، المهم بعثت لها الحوايج اللي دارتهم هي في بيتها، مزنه يعني في تقاليد تاع بكري مزنه نطبقوا فيهم مع الجيران، سيرتو كي جار مليح هو مور في قيمك ثاني تقيميه، وهذه هي تبقى الحلاوه ونذوقوا بعضنا ونفرحوا كامل مع بعض. هنا كما راكم تشوفوا البنات قالت لي ما روحي بخري لي الدار كامل، واحد البخور يا البنات يهبل ريحته كيما ريحه الديودور كيما المسكه البنات يهبل يهبل ريحته. المهم البنات رحت درت في هذاك الهول درت في الشنابر، راح نديكم تحوسوا معايا كما راكم تشوفوا هنايا، قالت لي ديري بصح كاين زوج عباد تخنقوا، كاين راجل يتخنق قال لي راح نموت، جا معايا البنات حقات عرضنا في زوج يعني عرضوني بيت بي عرضوني انا والزوج تاعي وولادي طبعا. المهم قلت لك راجلي ما قدرش يتنفس ما يحبش هذه الريحه ما يحبش اكل بخور في الدار، وايضا بنت اختي ثاني كانت جات من بعد في السهره يعني تعشت في دارها وجات ثاني كيف كيف بيبيا صغيره ما قدرتش ثاني للريحه هذه نتاع البخور، هذا البخور البنات هذوك العواده. المهم البنات كما راكم تشوفوا بخرت الصالو ثاني، من بعد رحت الشومبرا تاع خويا حتى خويا قال لي له ديري لي في شومبرتي، المهم راني نتبع فيه رحت شومبرتو بخرتها كما راكم تشوفوا، ربي يحفظه ان شاء الله وينجحوا. البنات خويا ان شاء الله راح يدير مشروع يعني هو دير مشروع يعني يخدم في هذا النوع من الديكورات المنزليه ولا الكوافوز، ان شاء الله ان شاء الله قريب راح يحطوا في السوق ان شاء الله، هو يعني راه يخدم فيهم ان شاء الله ربي ينجحوا ويوفقوا ويكون ان شاء الله من الاشخاص الناجحين في هذا المجتمع تاعنا. هذا مكان وش راح ندعي له ان شاء الله ليه وخويا الكبير ايضا ربي يوفقهم ان شاء الله يرزقهم بالزوجه الصالحه يرزقهم بالاولاد، وهذا مكان. المهم البنات شوفوا الشكل تاعو البنات روعه، يعني انا ثاني سخف عليهم بصح انا نحوس عليهم في الدوري، قلت له منا وجاي ان شاء الله راح نخدم عند خويا ان شاء الله نديرهم في الدوري ان شاء الله، بصح انا مانيش راح نديرو تاع شومبرا يعني راح نديرو الهول نديرو كبير عالي على هذا ما فيهش كرسي. البنات شوفوا هنا المفرمسه الله يبارك ما شاء الله، قالت لي اختي اختي الصغيره هي اللي طيبتها، يعني اختي اللي راهي قاعده في دار مازال ما تزوجتش هي اللي طيبتها،
وما دارت لها المرقه تاعها كما راكم تشوفوا. ايضا رافقوها بالطاجين الحلو. هنا البنات راني صورت لكم عشوائي لخاطر كان كانوا خوتي هنا، جات مرت عمي، جات اختي. المهم صافي الحاله كانت مرونه، ما كنتش حابه يفيقوا لي، ما على بالهمش بلا يديرها يوتيوب كما مرت عمي، ما على بالهاش خلاص بلا يديرها يوتيوب. اما انا ما حبيتش نكشف روحي، كنت نصور بالدرقه. المهم هنا البنات كما راكم تشوفوا حنا حاطين الطابله، يا ربي دومها نعمه علينا ان شاء الله. حنا الفلمسه تاعنا نديروها البنات بالزبيب، ونديروها بالهذاك العين البقره، عين البقره ولا البقره المهم، ونديروها ايضا بالفرماس. هنا الفرماس اليوم ما كانش، كاين زبيب وعين البقره. البنات روعه 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 روعه، هاني دوكا تشهيتها كاني نتفرج فيها، شهيتكم في الجنه البنات. كل وحده تكتب لي كيفاش الطريقه نتاعهم، يعني في الطياب تاع الفرمسه، حنا نقولها للفرمسه نتوما على باليش واش تقولوا لها. البنات اليوم وليت لكم للتقاليد والايامات، الزمن الجميل كما نقولوا التسعينات والثمانينات. شوفوا هذا العباد المسكين وبي ربي يحفظه ان شاء الله ويطول في عمره. قالت لي مام صباح ويخدم فيهم، اما لا خدم لاولادنا كما راكم تشوفوا، نخدم لهم البوادن هذوك وداخل نديرو شمعه. هنا حبيباتي راح نزيد نشارككم، يعني هنا بنت عمي ربي يحفظها ان شاء الله يخلي لها وليداتها، جات امها، جات يعني مرت عمي، جابت لي قالت لي كي سمعت بيك بلي راكي جيتي، اما لا فرحوا بيا كامل الله يبارك ربي يدومها نعمه. بعثت لي شويه الحوايج اللي دارتهم، بعثت لي مسكوته، بعثت لك شيكولا لولادي، بعثت هذيك الطمينه ربي يحفظها ان شاء الله ويخليها لوليداتها. وثاني البنات هنا شوفوا كيفاش راني نجري نجري نجري. المهم البنات هنا دارت اختي هاد المقبلات ولا التحليات البنات، دارتهم بالطعم البنان، وهذاك الكاطو لك حال نسيتو اسمه يا ربي، الكاطو الاسود اللي فيه داخل شوكولاته بيضاء ايضا فتاتهم لداخل. المهم الطعم تاعها جا روعه. هنا بدينا نديرو التحضيرات تاع السهره، يعني بدينا نحطوا الاشياء اللي وجدتهم اختي. بكل صراحه انايا ما جبت معايا والو، شمعه ما جبتهاش، قضيت برك جبت شويه عنب، هذا ما كان، جبت انا مغلى عنب هذا وجيت. المهم هنا البنات كما راكم تشوفوا حطوا الشيكولا هذه، هذه حلوه حلقومه الاطفال، شويه كاوكاو، شويه شويه برك البنات والبركه، وتلمينا عليها وفرحنا وقعدت في القلب كما نقولوا، خاصه الاطفال فرحوا يعني وتلاقوا مع بعضهم، كانوا متوحشين بعضهم كما على بالكم الاطفال دائما هما اللي يحبوا يلعبوا ويحبوا يتلاقوا، وما يلقى احنا الكبار نتقلقوا. هذو هما الاجواء تاعنا البنات، يعني تاع الاحتفال ولا تاع المناسبه هذه، يعني تلاقينا فيها. تقدروا تعتبروها مناسبه دينيه، تقدروا تعتبروها يعني كشغل جمعه، يعني تلمينا مع بعض كامل. الحمد لله يا ربي، ربي يحفظ ان شاء الله خوتي والدي يا رب، يحفظ زوجي واولادي ايضا يا رب العالمين. هنا كما راكم تشوفوا درنا هاد الاجواء، قلت لاختي طفي الضوء ترى نشعلوا هذاك هذا السينيال هذا، ما عرفتش اسمه البنات، انا ما نعرفش اسمائهم نسيتهم. قلت له هذو النجوم باهي يبانوا لي في الظلمه، باهي يبانوا لي في التصوير. المهم جا الشكل تاعهم باهي. انتم البنات اعطوني رايكم وقولوا لي، اللي يحتفل يقول لي، اللي ما يحتفلش يقول لي، بصح بكل احترام من فضلكم البنات. انا رحت البيت بي وفرحت وزهيت وخلاص. المهم البنات هنا لحقنا نهايه الفيديو، ما تنساوش تكتبوا لي تعليق وتشتركوا لي ماشي مشترك، وتشجعوني. مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.